ولكن هجومها هذا لم يسفر عن خطر كبير. وما هي إلا دقائق حتى قام السويسريون بأخذ دورهم في الهجوم، وبعد محاولات سريعة نجح ووتريتش في إحراز أول هدف في ملعب سانتياغو الجديد. لقد كانت صدمة للمحليين عندما وجدوا منتخبهم متأخرا بهدف وكاد يتأخر باثنين. لقد استغرق تشيليون بعض الوقت للفوق من الصدمة، وتمكن لاعبهم ليونيل سانشيز قبل انتهاء الشوط الأول من إحراز هدف التعادل الذي أسعد الجماهير. في الشوط الثاني هاجمت تشيلي ونجحت عن طريق راميريز في إحراز الهدف الثاني الذي ألهب المشاعر. وقبل 10 دقائق من النهاية أدركت تشيلي أن سويسرا باتت لقمة سائغة في متناولها، فشددت الهجوم وتمكن ليونيل سانشيز من إحراز الهدف الثالث لتقلب تشيلي تأخرها بهدف إلى فوز 3-1.